بناؤها جعلها بوابة فلسطين على العالم ثقافياً. كانت منارة بكل معنى الكلمة، اشتهرت بمسارحها ودور السينما فيها، وضمت عدداً من الصحف ودور النشر. كانت محطة هامة يزورها الأدباء العرب خلال تجولاتهم في الدول العربية، وزارها أيضاً كبار الفنانين العرب. هذه المدينة التي جلست بخفة على البحر كان يسكنها 90,000 فلسطيني قبل نكبة عام 48. كانت يافا حاضرة دوما في مسيرة النضال الفلسطيني منذ لحظاته الأولى، فمنها انطلقت ثورة عام 1921 وانتفاضة يافا عام 1933. أما ميناؤها ففيه اكتشف العمال العرب شحنة أسلحة مهربة للحركة الصهيونية، وهو أحد أسباب تفجر ثورة عام 1936. هذه المقاومة الفلسطينية المبكرة جاءت بعد تركيز كبير على المدينة في الهجرة اليهودية الاستيطانية التي بدأت تحاصرها منذ عام 1887. شهدت المدينة بناء أحياء استيطانية داخلها في وقت مبكر، حيث بنيت فيها أحوازات هبايت التي شكلت نواة أولى لتل أبيب في عام 1909 شمالي المدينة. خنق الاستيطان يافا وسيطر على محاور الطرق الرئيسية فيها. في أواسط نيسان أبريل عام 1948 بدأ الهجوم الصهيوني الكاسح على المدينة، لكن المدافعين عنها صمدوا رغم شح الإمكانيات، إلا أن سقطت يافا نهائيا في 13 من أيار مايو عام 1948. ظل في المدينة بضعة آلاف من الفلسطينيين تم محاصرتهم في حي العجمي، وفي العام التالي للنكبة قررت إسرائيل توحيد المدينة مع تل أبيب. كبر الفلسطينيون في المدينة وأنجبوا صغارا توارثوا حكايا الأجداد ونضال الآباء، وتمسكوا ببحر يافا والميناء، وتجولوا في بيارات برتقالها، وتمسكوا بترابها. لكن التضييق على سكان الأرض الأصليين لم ينتهي، فالمسكن في يافا أمنية صعبة المنال، حتى ظهرت أزمة تعرف بأزمة المسكن. على إثرها انتفض أهالي يافا ونظموا تظاهرات رفضا لإخلائهم من بيوتهم، واعتصموا حتى في الحدائق العامة. كل من لا يجد مكانا للمبيت تحتضنه يافا، كل من لا يجد عملا تسنده يافا، حنانها على القريب والبعيد أسماها أم الغريب. طبعا دمشق عمرها 9000 سنة، ثم ريحة 7000 سنة، ثم يافا عمرها 5000 سنة. تقع يافا على سهل الساحل الفلسطيني الذي يبدأ من أقصى بلاد الشام وينتهي في مدينة رفح. مدينة يافا تقع في مركز هذا السهل، وهي ترتفع عن سطح البحر بما يقارب 40 متر، عشان هيك تعتبر يافا الفنار الطبيعي لفلسطين، وهي أيضا بوابة فلسطين وبوابة الأراضي المقدسة. اشتهرت يافا في العديد من الأمور طبعا، وعلاقتها مع العالم بشكل عام، وبشكل خاص نركز على قضية أهمية مدينة يافا التاريخية، حيث أن الأبحاث الأخيرة، أبحاث الآثار الأخيرة اكتشفت مواقع للفراعنة في مدينة يافا، وبالتحديد في منطقة روبين، حيث اكتشفوا أثار لوجود الفراعنة في مدينة يافا. طبعا مدينة يافا اشتهرت في البرتقال الشموطي الذي كان يوزع في جميع أنحاء العالم عبر ميناء يافا التاريخي. يعني انت من يوم ما خلقتي لحد اليوم موجودة بيافا، هذا بحد ذاته صمود ونضال.
احنا هذا اللي عم نسميه. فمنتمنى لك طولة العمر. بس هيك إذا بكلمة أخرى، مواليد أي سنة أنت حجة؟ مواليد الخمسينات طبعا، ولكن إحنا الصمود وإحنا الجزور، ونحن هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون. ولولا إحنا الفلسطينيين اللي منحمل الهوية الإسرائيلية، أبائنا وأجدادنا ما هاجروا بالنكبة أو ما هجروا أو ما قتلوا أو أو أو، ما بدي أدخل في السياسة، كان القضية تلاشت أكتر بكتير. فنحن هنا كالنخيل كأشجار الزيتون منزرعون من طلب حقوقنا. نقطة ولد. بس إسا بدنا نحكي عن حبك ليافا، عن مواليدك بيافا، عن كيف ترعرعت اليوم بحي العجمي والمنشي وفي كل مكان. والله إيش أقول لك، من أجمل ذكريات العمر ومن أصعبها حزنا. يعني طبعا الوالد، أنا مواليد الدولة فما بقدر أحكي لك عن قبل ولا شيء إلا بس إلا ما ذاكر هيك بسنة الخمسينات ذاكر يافا. آه طبعا، بالخمسينات كنت طفلة، كبرت في شوارعها الجميلة جدا الهادية جدا، اللي كطفلة لسه ما كنت فاهمة معنى النكبة على الإطلاق. شوف يافا، مش تعصب ليافا، يافا جميلة الجميلات، مش بس عروس فلسطين وعروس البحر، هي عروس الشرق كله. ومش تحيز، شواطئها وبياراتها وعبق أزهار البرتقال والليمون في الخمسينات والستينات كأطفال كانت من أجمل روائح العالم. بقول لجميلة الجميلات، يافا يا عروس الشرق أنت كنت وما زلت منارا للتحدي، يا من يلجأ إليك كل غريب يستجدي، تعطيه من أنعامك مع كل فضل اليد. دار الزمان دار الزمان، وإذ بك تسألين كل فردي، ما قدمت يداه وماذا بإمكانه أن يسدي. أناشدكم أبنائي أن تزرعوا على الدرب وردي، وأن تغرسوا الزيتون لأحفادي من بعدي. فأنا صلواتي في كل محراب تؤدي إلى صنع السلام والإطمئنان، والله يهدي. الله يحفظك. يعني حجي هاي هيك قصيدة مؤثرة هيك للواحد، وعن يافا وعن عن يعني بتدخل للقلب وبالمشاعر، بتفوت بالمشاعر. فبس حسيتك هيك وانت تحكيها غصيتي شوي، يعني بدي احكي هيك باللغة العامية العربية، هيك غصيتي شوي. ما بحاول أكبت مشاعري يا أخ ورد، وإلا حنفجر في البكاء. بتشوف إنه بلد زي هاي، أنا ما بنكر ولا بدي أتطرق لناحية سياسية على الإطلاق ولا للنكبة، ولكن بتضل بلدي ومسقط رأسي اللي سحبوها مني. وما زال إحنا في 2023 ببساطة بقول، وجدا ببساطة، ما زالت النكبة مستمرة ولكن بأشكال مختلفة. ما في بيوت لأولادنا بيافا، ما في بيوت لأولادنا بيافا.
بحرها في دمي، شمسها في صماري، شكلها بملمحي، حتى لوني محي مثلك يا فاهي. يا فاهي يا أمي بحرها في دمي، شمسها في صماري، شكلها بملمحي، حتى لوني محي مثلك يا فاهي. Shut up.